الصراحه اليوم هذه الزهره اللي جينا ليها انا والاخت ديالي زهره في المستوى، وكنا حنا متوقعين انه السي عبد العزيز الساتي يكون داير مبادره اللي تكون غزاله وغزاله بزاف، خصوصا هاد المتبارين اللي كاملين بهرونا بالمواهب ديالهم. كنتمناو من كاع الفنانين انهم يكونوا يديروا هاد المبادره هذه، حيت غتنفع المواهب المغربيه. وفرحانه بزاف حتى بالفنانين اللي جاوا واللي تقدموا هنايا اليوم، فنان عظيم، يعني فنان شعبي غزال تيعجبني انا بزاف شخصيا ومنهم عدد. يعني انا فرحانه بزاف بعدا كاين انني جيت اليوم وحضرت لهذا المهرجان زوين، وكنخلي الكلمه للاخت ديالي حتى هي تقدم لينا. السلام عليكم. كنبغي نحيي الفنان الكريم ديالنا عبد الستاتي على هذه المبادره الطيبه اللي دار، بانه كيشجع المواهب الشعبيه اللي كانوا كنقولوا بحال منخرطين في هذه البلاد، يعني حتى واحد ما كيشوف فيهم. وكنبغي زعما جميع الفنانين يديروا هذه المبادره، لو جا كل فنان في المغرب يدير مهرجان ويشد بيدي المواهب اللي كاينه في المغرب تبارك الله غنلقاو مواهب اللي شنقول لك جوهره في هذه البلاد وطايعين بزاف، وعشنا اليوم واحد التواضع مع الاستاذ حميد المرضي والاستاذ الساتي اللي عشنا ما حسيناش براسنا كضيوف، حسنا اننا كوم فامي، لاني شنقول لك هذا مهرجان الدوره ديال الاولى وكنتمناو ليه زعما يكون عنده استمراريه ويكون نجاح دائم ان شاء الله، وكنشكروا عبد الساتي.